السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كاين زيادات في منحة المردودية ستدخل حيز التنفيذ بمجرد دخول سنة 2024، إذا هذه الزيادات تكون زيادة عن الزيادات في الأجور المنتظرة لسنة 2024. هذه الزيادات يتم تطبيقها، زيادة الرواتب يتم تطبيقها ابتداء من جونفي، وزيادة المردودية يبدأ تطبيقها ابتداء من مارس. دونك اليوم هذا التابلو راني حطته خاص بالمتعاقدين توقيت كلي، هذه الزيادة تخص حسب سنوات العمل، كل متعاقد حسب سنوات العمل الزيادة نتاعو في المردودية فقط. راهم كاين دو تابلو، يعني جدولين، واحد يعني من صفر سنة حتى 16 سنة، والثاني يأتي بعده من 16 سنة إلى 31 سنة.